مصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيي الحضور الكريم بداية بالأخي والصديق المحترم الأستاذ أسد الدين عرابي المحافظ الولائي لولاية عيد موشنت، ومن خلاله كل قادة وقائدات وإطارات محافظة عيد موشنت. وأيضا أحيي بالمناسبة عمدائنا الحاضرين معنا في افتتاح الموسم الكشفي وفي المجلس الولائي الانتخابي لولاية عيد موشنت. ومن خلال الأسرة الكشفية أرحبوا بالحضور الكريم كل باسمه ومقامه، بداية بممثلي الأمن الوطني، ممثلي مختلف المديريات الحاضرين معنا.